كاب اسامه فوز غالي جدا ضاع من النادي الاهلي الشوط الثاني. اه ما فيش شك، احنا كلنا قلنا الشوط الاولاني يعني الامور كانت رغم السيطره كانت للاهلي، لكن الامور كانت ماشيه فيها توازن بين الفرقتين، الخطوره كانت قليله من الفرقتين. الطرد اللي حصل لدونجا كلنا يعني تفائلنا جدا وقلنا انه يعني بنسبه كبيره جدا النادي الاهلي هيكسب، وحتى السيناريو اللي اتعمل في بدايه الشوط الثاني كلنا اتفقنا عليه وقلناه انه مستر موسيماني هيشيل حمدي فتحي، وتحديدا قلنا حمدي فتحي مش عشان حمدي كان اقل من السوليه وديانج، ولكن كان عنده انذار وكان متوتر يعني كان عصبي شويه، كان ممكن ياخد الانذار الثاني وما كانش ليها لازمه بقى نلعب بثلاثه في ارتكاز، ونزل حسين الشحات ناحيه اليمين والامور، وابتدى ضاغط جامد جدا من قدام لانه التانيين ناقصين وطبيعي انه هيلموا خطوطهم يعني ويلعبوا على هجمات مرتده، لكن اتفاجئنا طبعا بالهدف رغم ضغط الاهلي دقيقتين ثلاثه الاولانيين. رمضان عدى ولعبها لابراهيم عادل حطها من تحت رجل الشناوي يعني فيها عدم توفيق شويه، ولكن الاهلي سريعا جدا تعادل، ودي كانت اهم حاجه انك اتعادلت بسرعه جدا، فكانت الامور خلاص حتى الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي عليت جدا وابتدت اكتر من كورنر وكور خطيره، حتى علي معلول تحرر الشوط الثاني وابتدى يهاجم، طاهر اداؤه اتحسن جدا من ناحيه الشمال عن الشوط الاولاني وقدر يعني يعمل كره هايله اللي هي بتاعه الهدف، لعبها بالعرض وعدى من الشمال قفشة وتابع حسين الشحات. بعديها اكتر من هجمه من ناحيه الشمال تحديدا من ناحيه معلول وطاهر، لكن حتى كمان عدم توفيق علي معلول مش من عادته يضيع ضربه الجزاء، ولكن في امور كده في الكرة بتحصل تحس تخوف شويه، ضربه الجزاء ضاعت لكن برضو جبنا جون. هي بقى النقطه هنا بعد الدقيقه 80 بعد ما احنا جبنا الجون الثاني برضو اللعب فضل مفتوح قوي زياده عن يعني اللزوم. زياده عن اللزوم رغم ان عدد لعيبه بيراميدز كان قليل قوي يعني، هو رمضان صبحي وكان ابراهيم عادل قبل ما يطلع ومناوشات كده يعني واحد او اتنين على اربعه خمسه مدافعين، ولكن الملعب اتمط قوي يعني بقينا الملعب مفتوح قوي بين خط الظهر لغايه قدام لغايه شريف، بقت يعني رغم ان احنا قريب نجيب الثاني والثالث واكتر، بس برضو كانت هجماتهم رغم قلتها كان فيها ريحه خطوره يعني، احنا احساسنا ان الماتش انتهى. وطبعا كره العارضه برضو من الحاجات اللي فيها عدم توفيق، صلاح محسن لف وعملها كويس قوي، بس طبعا الهدف الاخير خلي بالك الكره فيها برضو عدم توفيق يعني الماتش انتهى وما هم لهمش خطوره كبيره وعدم توفيق من الشناوي اللي هو انا يعني بعتبره اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي تقريبا في معظم المباريات، شالنا كتير جدا 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 جدا، ولكن ما فيش شك ان هذا الهدف هو خطأه يعني رغم ان رامي رجعها له، بس دي بتحصل مع كل حراس المرمى. هو المشكله ان هو كان باصص لفوق يعني هو ما كانش مركز مع الكوره فبيحط رجله عدته، ما كانش واخد باله بقى ان إيريك تراوري جه تابع، بس دي عدم توفيق كبير يعني. انا برضو مش عايز احمل نفس اللعيبه ولا الجهاز ولا كده يعني بدرجه كبيره، لانه الكوره فيها عدم توفيق برضو يعني، وفي جايه في اخر دقيقه الكوره ميته يعني، فهارد لك وان شاء الله نعوض في المباريات الجايه يعني ان شاء الله.